السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله، مع فيديو جديد اللي غادي نديرو اللحم ديال لاداند بالسمن، وغادي نخضرو بالبرقوق مع السل. فكره اللي مختلفه، حيت كنعرفوا اللحم البرقوق مع السل كنديروه مع اللحم، دابا غنديروه مع اللحم ديال لاداند. كنتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله، ونتمنى منكم تدعموني باشتراك وابوني، وكنقول لكم تبعوا معايا المراحل. عندنا البنات دابا غادي ندوزو المقادير. عندي بصله كبيره مشلضه، وعندي جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، اربعه الريوس ديال الثوم، وعندي تقريبا عندي كيلو ونص ديال البيبي، غير الفخاد ديال البيبي هما اللي كندير. والعطريه انا انتما غادي تشوفوا معايا العطريه منين نحط ندير كل شيء هنا. نحكو هذوك الريوس ديال الثومه، ها هو تقطعيهم على كل واحد على حساب انا كنحطهم. صافي، وغادي نحط هاد اللحم هنايا. انا البنات كندير العطريه ديريكت، تقريبا معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال البزار. انا عيني ميزاني، كنعبر غير بعيني. المهم، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، وكنديروا الملح غير شويه حيت بقى غادي ندير السمن. السر ديال الطاجين البنات هو السمن، كندير معلقه كبيره ديال السمن. هاد معلقه ديال السمن كبيره، وكيبقى على حساب السمن واش عندك حار بزاف ولا لا. انا عندي غير مايين ما حارش، كندير معلقه كبيره، وكندير واحد الضويمه ديال الزعفران الحار، حتى هي كتلدد هاد لاداند. غادي نفرتتها مع كانت في الثلاجه قاصحه. نسيت الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت، حيت دايرين السمن ما نكثروش الزيت. صافي البنات، وغادي نردو يتشحر وانا معاكم. ها هو داك الطاجين ديالي، من بعد ما تشحر زدتو واحد جوج كيسان ديال الماء باش يطيب ليا داك لاداند. صافي، وغادي نسد. نسيت البنات ما نقولش ليكم، غادي ندير فيه واحد جوج عويدات ديال القرفه. صافي، ونسد عليه ونخليه حتى يطيب. والبرقوق البنات، ها هو عندي نص كيلو ديال البرقوق، شللته مزيان ودرت فيه واحد الكاس كبير ديال الماء، وغادي ندير فيه واحد جوج عويدات ديال القرفه، ونردو يغلي حتى يطيب ليا. عاد نزيد واحد شويه المرقه من الطاجين، وندير ليه واحد جوج معالق كبار ديال العسل ولا سنيده اللي عندك، ونخليه حتى يتعسل، وديك الساعه غادي نحيدو. كندير ليه واحد جوج معالق ديال المرقه من الطاجين باش يتلدد ويجي بنين. وانتم معايا غادي نكملوا المراحل. ها هو البنات، هذاك الطاجين ديالي من بعد ما طاب ستفت فوق البرقوق، حتى هو خليته تتعسل، وشديت واحد شويه اللوز خويت عليه الماء طيب، وفسخته وقليته في الزيت. غادي نديرو فوق منه حيت باقي سخون، ما قدرتش نقيسو بيديا. غير هذا اللوز غير زياده كتزين وصافي.
وكنقول لكم خليتكم فرحة الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.